السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم التتمة ديال الفروض مراقبة المستمرة المرحلة الثانية المستوى السادس ابتدائي الموسم الدراسي 2021-2022. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي ديجا درتهم في القناة يمشي لا ديسكريبسيون، غادي يلقى مجموعة ديال لي ليان، مجموعة ديال الروابط ديال الفروض، يدخل ليهم ويتفرج بتمعن وإن شاء الله غادي يفهم كاع الفروض وغادي يمشي مزيان في الفروض ديالو اللي غادي يديرهم مع الاستاذ ديالو. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناه ديالي، ارحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم، ومرحبا بك. اذا اليوم على بركه الله غادي نديرو لاكتيفيتي دو لورتوغراف. اذا على بركه الله اليوم غادي نديرو لاكتيفيتي دو لورتوغراف. عندي هنايا 4 كاستيون سون تري فاسيل، خصكم غير تبعوا معايا وتنتبهوا. دونك لا بروميير كاستيون، كلاس لي مو دون لو طابلو. غادي نكلاسيو هاد لي مو اللي عندي هنايا فاين في هاد لو طابلو هذا. صافي لو طابلو شنو فيه؟ اكسون تيغو، اكسون غراف، اكسون سيركونفليكس. دونك هضرنا على لي زاكسون. لاكسون تيغو هي اللي كتكون هكا، لاكسون غراف هي اللي كتكون هكا، لاكسون سيركونفليكس سي كوم ان شابو كوم سا. سي بيان. دونك دابا غنميزو الاستيك. دونك واش اكسنت ايغو لا اكسنت غراف ولا اكسنت سيركونفليكس؟ عندها اكسنت ايغو على او هادي، دونك الاستيك غنكتبها هنا الاستيك. صافي هي مشات. ندوزو لونسيتر. لونسيتر هنايا عندي لاكسنت سيركونفليكس سور او، دونك غنكتبها في سيركونفليكس اونسيتر كوم سا. هي مشات ليا. دابا فيدال. فيدال عندي لاكسون هنايا سور او، اكسون غراف. فيدال كوم سا داكوغ. مشات هادي. غاكل عندي عاوتاني لاكسون غراف سور او ايسي، دونك غاكل كوم سا. غاكل داكوغ سي بيان. ايسي اكخير عندي لاكسون تيغو سور او هنايا، دونك غنكتبها في ايغو اكخير. دونك سي فاسيل هادشي. ديبو ريغاردي، ديبو عندنا اكسون تيغو ici، دونك هنايا نكتب هنا ديبو. دونك الاستيك اكرير ديبو سو سون دي مو كونتينون لاكسون تيغو. فيدل اي ريغل لاكسون غراف اي اونسيتر اكسون سيركونفليكس. صافي باسون ا لا دوزيام كاستيون. سويف افيك موا. ريلي لو سوجي او غروب فيربال كوريسبون. اش غادي ندير؟ غادي نربط لو سوجي اللي هو الفاعل معايش مع لو غروب فيربال، صافي من المجموعه الفعليه. دونك انا عندي تو ليكول فو لي زيكو سيتويان، هنايا عندي افي ريسيكلي فو ديشي، ا اورغانيزي اون جورني دو لا سيتويانيتي، ا تريي دي ديشي، براتيك دي زيكو جيست. اول حاجه نعرفوا هاد لي برونون اللي ما معروفينش هنا. دونك ليكول سي ال فيمينا، لي زيكو سيتويان سي ايل دو بلوريال. تو نشوفو افي ريسيكلي، ا اورغانيزي، à trier, bien pratique. Donc, à trier. Le verbe trier conjugué fait le passé composé, mais l'auxiliaire avoir. Tu y as. Hey. Tu y as trié. Ça fait. Tu y as trié des déchets. L'école, ou bien elle, elle, elle a organisé une journée de la citoyenneté. Donc, elle a organisé. Ça fait. Elle a organisé, ou bien l'école a organisé une journée de la citoyenneté. Vous, vous avez recyclé. Le verbe recycler fait msarraf, msarraf le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Vous avez recyclé vos déchets. Les éco-citoyens ici pratiquent des éco-gestes. Pratiquent quoi? Ils pratiquent des éco-gestes. Les éco-citoyens pratiquent des éco-gestes. Question 3, suivez. Barre l'intrus. Machi barre l'intrus. Donc, rapatlinaya écrit. Écrit correctement. Écrit correctement le participe passé. Oui. Le participe passé, radin ktibou ptareka sahiha. Hna soual ma tapitouch mzyan. Donc le fard li ghansiftoulkom radi kon tapi mzyan. C'est bien. Donc écrit correctement le participe passé. Le participe passé, radin ktibou ptareka sahiha. Les membres de cette association se sont, le verbe rassembler, dans une grande salle. Le verbe rassembler, hnaya, c'est un verbe conjugué, fein, le passé composé, maïesh, ma l'auxiliaire être à hon. Sont, ma l'auxiliaire être. Donc radin ktibou rassembler, c'est un verbe du premier groupe, rassembler. Comme ça,
طبيعة الحال أي فيرب دو بروميي جروب لو بارتيسيب باسي ديالو كيتسالى بأكسون. عاد كنشوفوا واش كيتكونجوغا مع لوكسيليير اتر ولا لوكسيليير افوار. إلا كان كيتكونجوغا مع لوكسيليير افوار ما كنزيد له والو. إلا كان كيتكونجوغا مع لوكسيليير اتر خصني نشوف شنو غادي نزيد له. دونك هنايا لي مومبغ دو سيت اسوسياسيون يعني الأعضاء ديال هاد الجمعية. أعضاء ديال هاد الجمعية كيلعبوا الدور ديال الإيل هادي، لان الاعضاء ما عرفناش واش هما فيمينا ولا ماسكولين. دونك دائما المذكر كيغلب المؤنث، وبالتالي غادي نزيد هنايا غادي نزيد سي بلوريال داكور غنزيد اس. دونك لي مومبر دو سيت اسوسياسيون سو سون راسومبلي دون اون غراند سال صافي دون اون غراند سال. دونك هنا البارتيسيپ باسي شنو درنا له اكوردينا يعني طابقناه مع لو سوجي. دونك لاكور هذا الدرس ديال لاكور l'accord du participe passé du participe passé l'accord du participe passé hitach le participe passé les quêtes conjugales à l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre yani f tdkir w tanit w f ljam w l mufrad ma le sujet ma le fa'il. Question 4 maintenant et la dernière question entoure le participe passé convenable ghadi ndawar ala le participe passé le munasib. Les écoliers ont trié ou bien trié des déchets. Hna les écoliers c'est il du pluriel. On a le verbe trier conjugué معايش مع l'auxiliaire avoir. On a قلت لكم قبيلاتي le verbe اللي كيتصرف مع l'auxiliaire avoir le participe passé ديالو ما كيتاكورداش مع le sujet. يعني ما غنزيدو له لا اس لا او. Trier في الاصل راه كان هكا trier. ياك؟ Le verbe du premier groupe. غنزول le ا وندير accent. Donc le جواب صحيح هو trier هذا. Donc, les écoliers ont trié les déchets. La phrase B, Samira rédigeait ou bien rédigeait. Et Samira a rédigé ou bien rédigé un article sur le gaspillage alimentaire. Donc, le verbe rédiger, c'est un verbe du premier groupe. Kanhaka rédiger. Ça fait rédiger. Donc, kanhaïdaya. Ranzoulou le R, on déroule l'accent. Donc, a rédigé, c'est حيتاش هاد لو فيرب كيتكونجوغا مع لوكسيليير افوار ولي فيرب لي كيتصرفو مع لوكسيليير افوار لو بارتيسيپ باسي ديالهم ما كيتاكورداش اون جونغ اي اون نومبر افيك لو سوجي. سي les écoliers sont venus ou bien venus pour célébrer la journée mondiale des droits de l'enfant. هنايا venu ou bien venu الاصل ديالو سي لو فيرب venir. ياك فيرب venir سي ان فيرب دو troisième groupe وكنعرفوه بانه لي يتصرف مع لوكسيليير اتر والبارتيسيپ باسي ديالو هو venu صافي هو هذا البارتيسيپ باسي ديالو. غنشوفو les écoliers c'est il du pluriel. وحنايا قلنا لي بارتيسيپ باسي اللي كيتصرفو على لوكسيليير اتر كيتاكورداو. دونك هنايا البارتيسيپ باسي خصني نزيد لو اس. دونك فين هو اللي زايد لو اس هو هذا venu. هكاك لا فراز دي سميرا اي راشيدا سون aller dans une région rurale pour participer aux ateliers solidaires. Donc Samira et Rachida c'est le pluriel ولكن pluriel féminin. Pluriel féminin هنا le verbe aller conjugué avec l'auxiliaire être donc le participe passé suite accorda. Participe passé واخا غادي يتسالى باكسون خصنا نزيد e حيت féminin ونزيد s حيت pluriel حيت الجمع. دونك فين هو الجواب الصحيح هو aller هذا صافي. دونك Samira et Rachida sont allés dans une région rurale pour participer aux ateliers solidaires. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لاكتيفيتي ديال لورتوغراف فرض من فروض المراقبه المستمره المرحله الثانيه المستوى الدراسي السادس ابتدائي الدوره الاولى من المستوى السادس ابتدائي من الموسم الدراسي 2021-2022. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا في هذا الفيديو ان شاء الله. كان معكم أستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.